مشاهدينا بالعودة إلى هذا الخبر، حيث من القوات المسلحة بتنفيذ المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020. ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية. أرحب بك سيادة اللواء معنا. أهلا، مساء الخير. أهلا بحضرتك سيادة اللواء. يعني في البداية، كيف ترى أهمية تنفيذ هذه المرحلة المناورة قادر 2020، وأيضا كيف كانت قراءتك لهذا البيان من القوات المسلحة في ظل الاستعداد القتالي الدائم لحماية المصالح القومية للدولة؟ بداية، توضيح مهم أن هذه المناورة غير موجهة لأحد بعينه. هذه المناورة بتأتي في إطار خطة التدريب السنوية للقوات المسلحة. ولما بنقول مناورة، معنى أنها عبارة عن تطبيق عملي لكل ما تم التدريب عليه خلال العام لأفرع القوات المسلحة المختلفة. القوات المسلحة مهمتها هي حماية أمننا القومي وحماية مصالحنا الحيوية داخل وخارج حدودنا. لكي تنفذ القوات المسلحة هذه المهمة، بيكون لها استراتيجيتين. الاستراتيجية الأولى هي مواجهة العدو وتدميره ومنعه من تحقيق أهدافه وحماية مصالحنا ووطننا. الاستراتيجية الثانية هي استراتيجية ردع، بمعنى إقناع العدو أن أي محاولة أو أي تفكير في تهديد مصلحة من مصالحي الحيوية أو تهديد ذرة من ترابي الوطني هيكون ثمنها أغلى مرات ومرات من أي مكسب هينفذه. عشان ننفذ الكلام ده، استراتيجية الردع بيكون من خلال أكثر من نشاط، منها هذا التمرين أو هذه المناورة اللي هي التدريبات المشتركة لأفرع القوات المسلحة كلها، اللي بتضم كل الأسلحة الفتاكة أو الأسلحة ذات الكفاءة القتالية العالية اللي انضمت حديثا للقوات المسلحة، القوات الخاصة، القوات البحرية، القوات الجوية، دفاع الجو، كل دول. والتدريب بيبقى على كل كافة الاتجاهات الاستراتيجية في وقت واحد. هذه التدريبات بهذا الشكل اللي هو بنقول فيه رسالة الردع دي أساسها إقناع كل من يحاول تهديد مصالحي بجدية ردعي، لأني قادر بما أملك على تحقيق أي ردع لكل من يفكر في تهديد ذرة من ترابي أو مصلحة من مصالحي. هذه المناورة لها أو بتبعث برسالتين واضحتين: رسالة إلى من يفكر في تهديد وطني أو أي مصلحة من مصالحه الحيوية. الرسالة الأخرى هي رسالة طمأنة إلى شعب مصر الأبي، بنقول له عيش يا بلادي في أمن وسلام، جيشك الأبي في الحق لا ينام. نعم سيادة اللواء، يعني أخيرا، هل لديك أي معلومات متى ستبدأ تنفيذ هذه المرحلة النهائية من المناورة قادر 2020، وماذا عن التدريبات في هذه المرحلة؟ يعني كل البيانات دي يعني اتباعا هيعلنها المتحدث العسكري. أي معلومات جديدة هتبعث أو هيتم الإدلاء بها من خلال المصدر الوحيد للمعلومات اللي هو المتحدث العسكري. أنا ومن على شاكلتي بنفسر أو بنشرح الأحداث وليس بنضيف معلومات جديدة، لأن مصدر المعلومات هو اللي عند حضرتك للمتحدث العسكري. نعم، أشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، شكرا جزيلا لحضرتك.